العجينه النهارده معانا عجينه بسيطه جدا جدا، بدون اي افتكاسات، بدون اي حاجه تخليها غاليه. فتعالوا نشوف المقادير. عندنا النهارده نص كيلو من الدقيق، بس يكون دقيق مخبوزات. عندنا كمان نص كوبايه ميه، كوبايه الا ربع من الحليب، لا كوبايه الا ربع ميه، نص كوبايه حليب او العكس مفيش مشكله. يعني السوائل عندنا كوبايه الا ربع ميه ونص كوبايه حليب، ابدلهم مفيش مشكله. عندنا كمان معلقه كبيره من الخل، معلقه صغيره من السكر، معلقه صغيره خميره فوريه، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وربع معلقه صغيره من الملح. دي مقادير العجينه. عجينه بسيطه جدا زي ما قلنا كده، دقيق وميه وخميره. كمان لو عايزه تشيلي اللبن خالص ممكن تشيليه براحتك، مفيش مشكله، مش هيأثر معانا في حاجه. وزي ما انتم شايفين كمان ما فيهاش اي مواد دهنيه، تمام. الماده الدهنيه اللي معانا هتكون زبده، حوالي نص كوبايه من الزبده دي علشان نورق بيها، تمام. نص كوبايه من الزبده، وهنحتاج لها كمان معلقه كبيره من الدقيق علشان نورق بيهم العجينه بتاعتنا، علشان تدينا التوريقه الحلوه بتاعت الكرواسون والباتيه. طيب الحشوات بقى دي مش اساسي معانا، الحشوات ليكوا فيها مطلق الحريه، تحطوا اللي انتوا عايزينه او تشيلوا اللي انتوا مش عايزينه او اللي متوفر عندكم. احنا النهارده عندنا في الحشوات بسطرمه، جبنه رومي مبشوره، عندنا كمان شوكولاته قابله للدهن، جبنه اسطنبولي. دي كده الحشوات اللي معانا احنا النهارده. انت بقى عايز تحشي جبنه اسطنبولي بس، عايزه تحشي شوكولاته بس، يعني اللي انت حباه واللي انت عايزاه واللي متوفر عندك في البيت. دي كده مقاديرنا النهارده، وتعالوا بينا نعمل بقى احلى شويه معجنات بريحه كده تجيب اخر الشارع. تعالوا بينا نشوف كده هنعمل ايه الاول. الاول هنعمل العجينه بتاعتنا، والعجينه لازم تتخدم كويس قوي ولازم تتعجن كويس قوي، ويبقى ملمسها ناعم جدا وتبقى مطاطيه. كل الكلام ده مهم جدا عشان ناخد نتيجه مميزه. دايما بنقول المقادير المظبوطه، الطريقه المظبوطه، هي دي الوصفه الاقتصاديه. ليه بقى؟ لاننا لو اخذنا مقادير مش مظبوطه، طريقه مش مظبوطه، فاحنا هدرنا المقادير فاتكلفنا كتير، فكده خلاص الدنيا بقت علينا صعبه جدا. بما ان كمان كل حاجه غليت، ف نراعي كويس جدا المقادير اللي بناخدها، نراعي كويس جدا كل كلمة بتتقال علشان تطلع معاكي النتيجة 10 على 10 وتبقي مبسوطة منها، وان شاء الله تكرريها على طول. تعالوا بينا بقى ناخد الدقيق. دقيق زي ما قلنا دقيق مخصص للمخبوزات علشان يدينا نتيجة كويسة، ونكون ناخلينه كويس جدا جدا. ده نص كيلو من الدقيق هبتدي احطه في العجان، لو متوفر عندي عجان، مش متوفر نعجن بايدينا. زي الفل يا استاذ حمدي، والله نورنا. انا حطيت كده الدقيق. تعالوا بينا بقى نضيف الخميره. طيب في العام الاشمل مش كلنا عندنا خبره بالعجين، ومش كلنا بنبقى عارفين الخميره دي شغاله ولا مش شغاله، ممكن نكون جداد بنعمل الوصفه لاول مره. طيب اتصرف ازاي؟ اعرف ازاي الخميره بتاعتي دي هتطلع 10 على 10 وتنجح لي العجينه بتاعتي بدل ما اهدر الدقيق واهدر المكونات؟ تعالي بقى تاخديها كده، نجيب طبق اكبر، نشتغل على رواقه كده علشان ايه نوصل كل معلومه حتى لو صغيره، لانها هتفرق جدا. نسخن ميه، على بال ما الميه تسخن. لازم لو انت مش متاكده من الخميره بتاعتك تعملي لها اختبار. الاختبار ده مهم جدا علشان تبقي شغاله كده وانت ضامنه 100% ان النتيجه هتطلع 10 على 10. فبناخد الخميره بتاعتنا ومعاها السكر. ربنا يعزك يا استاذ حمدي والله. وبعدين هبتدي بقى انا عارفه خير الحمد لله. حطينا الحليب، يبقى السكر، الخميره، الحليب، وبسخن الميه عشان احطها. اهم حاجه ان السوائل اللي انا بحطها يكون الحراره بتاعتها دافيه، ما ينفعش تكون سخنه بزياده. سخنه بزياده هتقتل معانا الخميره، وكاننا مش حاطين خميره خالص. تبقي مستغربه، ده انا حاطه الخميره ومتاكده منها وكل حاجه، بس انت حطيتي السوائل سخنه شويه فقتلت
الخميره موتتها فمش هتشتغل معاكي، فلازم نحط السوائل بتاعتنا تكون دافيه زي اكل البيبي كده. فانا كده حطيت الخميره والسكر واللبن وبدفي الميه بتاعتي علشان اضيفها واقلبهم مع بعض كويس جدا واسيبهم 10 دقائق. 10 دقايق كده جنبي كده متغطيين، هتلاقي بقى ايه؟ هتلاقي ان الخميره بدات تنشط، بدات تتفاعل، بدات تكون رغاوي وفقاعات كده وتعلى معانا كده، يبقى الخميره بتاعتي 10 على 10. ليه انا بقول الكلام ده دلوقتي مع اننا ممكن نكون سمعناه كتير قبل كده؟ دلوقتي الموضوع بقى صعب علينا كلنا، كلنا يعني انا في البيت الصبح مثلا يا ولاد خلي بالكوا حرام لقمة العيش ما تترميش، يا جماعة مش عارف نخلي بالنا من ايه، الرغيف بقى بكام، وده بقى بكذا، الحاجة بقت غالية جدا، فكلنا كلنا لازم نحافظ على مواردنا قدر الاستطاعة على قد ما نقدر. فمن مواردنا دي المكونات اللي احنا بنشتريها دي لازم نحافظ عليها، لازم نشتغل فيها واحنا عارفين كل حاجة علشان ما تبصش مننا، عشان ما تهدرش معانا ونزعل على الحاجة اللي احنا اشتريناها. عشان كده بكرر الكلام ده وبقول الكلام ده، وان لازم كلنا بما اننا في ناس كتيره مننا اول مره تعمل معجنات او عندها خميره وبقالها كتير عندها فهي مش ضامنه هي شغاله ولا مش شغاله، فاعملي الاختبار ده ضروري جدا جدا، هيساعدك انك انت تضمني ان العجينه والمكونات بتاعتك 10 على 10. الميه بتاعتي سخنت، اقلب بس كده تمام، ويلا بينا. ويلا بينا ناخد تليفون، احنا معانا هنا نص كوبايه، الكوبايه الا ربع من الميه حطهم ونقلب. بس كده، واسيبها بقى زي ما قلنا 10 دقايق على جنب كده لغايه ما الاقيها عملت رغاوي واتفعلت، والشويه اللي بقوا نص الجار هيملوا الجار ويرتفعوا تماما كده عشان اضمن ان انا شغاله وطريقي مظبوط. احنا حطينا الدقيق، احط بقى معاه البيكنج باودر واحط معاه كمان الملح، وعلى نص كيلو الدقيق ده ممكن نحط قد ايه ملح؟ نحط يعني ربع معلقه كده من الملح تمام. طيب نقلب بقى الكلام ده كله، والخميره بتاعتنا بتتفاعل وبتشتغل. طبعا مش هقدر استناها ال 10 دقايق دول، بس اللي عايزه اقوله لك ان هي بدات تشتغل، بدا يبقى فيه فقاقيع من الهواء، في تفاعل في الخميره، فده هيبين لي ان هي 10 على 10. انا لو سبتها شويه كده هتلاقوا ان هي عماله تعلى في الجار اكتر واكتر وبتنفش اكتر واكتر، وده دليل على ان الخميره شغاله. بينا نشغل بقى العجان على المواد الجافه اللي موجوده فيه، اللي هي الدقيق والملح والبيكنج باودر. بسم الله. احط الخميره تمام، اللي يعني نشوفه، ما احنا ما خدناش دقيقه بس. بصوا بدات تعمل رغاوي على الوش ازاي، يعني بصوا معايا كده بدا يبقى فيه رغاوي على الوش، شايفين؟ هي دي، كل ما هنسيبها اكتر هتبتدي تعمل رغاوي اكتر واكتر، وهناخد نتيجه تمام. خلاص انا كده اتاكدت ان الخميره بتاعتي 10 على 10 شغاله، احطها وانا قلبي مطمن ان العجينه بتاعتي هتطلع ممتازه جدا. بينا ننزل بقى الخليط. بسم الله الرحمن الرحيم. تحتاج
ماجي، شويه ميه كمان مفيش مشكله، حطيه معلقه بمعلقه لغايه ما تلاقي العجينه خلاص لمت معاكي. كمان معانا معلقه خل مش عايزين ننساها. وكتير بيسالوا الخل لازمته ايه في عجينه ما فيهاش بيض مثلا، ما فيهاش حاجه. الخل هنا بيبقى محسن للعيش. كلنا عارفين ان الافران بيستخدموا محسنات كيماويه طبعا ليها اضرار كتيره قوي، فاحنا بنستعيد عنها بمعلقه الخل دي، بتدينا نتيجه حلوه جدا، بتخلي العجين هش اكتر، لونه فاتح من جوه، وبتبقى الدنيا معانا تمام. بينا بقى هنشغل تاني ونحط معلقه الخل الكبيره وشويه صغيرين من الميه لغايه ما احس ان العجينه لمت معانا. بعضينا بصه كده على العجينه بتاعتنا، العجينه خلاص مش اتعجنت، لا العجينه خلاص لمت اتكورت معانا وبقت بالشكل ده. بصوا على ايديا هتلاقيه لما بحط ايدي على العجينه بتطلع ايديا فيها بواقي عجين. هنفضل نعجن بقى لغايه ما العجينه بتاعتنا ما تبقاش بتلزق في ايديا بالشكل ده. هي مش محتاجه دقيق ولا محتاجه حاجه، هي محتاجه بس تتعجن وقت اطول. كمان لو بصينا على العجينه نفسها، بصوا معايا كده هتلاقوا العجينه ملمسها خشن جدا. عارفين البرتقان الخشن اهو، شكل البرتقال الخشن مجعد، تمام. لازم نعجن العجينه بتاعتنا لغايه ما تبقى ناعمه تماما ملسه، لما اجي اشدها كده ما تتقطعش كده. يا بصوا مفرفته ازاي خالص من بعضها، لما اجي بقى بعد ما عجنها فتره كبيره هاجي امطها كده فهتتمط معايا وتبقى ما تدينيش الشكل اللي انا شايفاه ده، تمام. يلا بينا بقى نكمل عجن. وعجننا العجينه بضمير، ايوه بضمير لازم. فاكرين كان شكلها عامل ازاي قبل ما نطلع الفاصل؟ بصوا بقى، فاكرين كانت عامله ازاي وخشنه ازاي، عامله زي البرتقانه الخشنه. بصوا كده، بصوا ناعمه جدا، تمام. ما بقتش بتلزق في ايديا، ما بقاش يطلع بواقي عجين في ايديا. اه طريه ولينه بس العجين ما بيطلعش في ايديا خلاص، اتعجنت زي ما قال الكتاب. في كمان حاجه تاني هوريها لكم، بس احط نقطه زيت بس كده في الطبق بتاع التخمير علشان ما تلزقش فيه العجينه. بسم الله الرحمن الرحيم. هي نقطه زيت، اوعي تكتري. نقطه الزيت دي كمان هنوزعها في كل البوله. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، وتعالى اوريكم العجينه. فاكرين لما كنا بنعمل كده كان بيحصل لها ايه؟ كانت بتتفتت، تفتت وتقطع مننا. انا عايزه اوريكم بقى تعرفي منين ان انت عجنتي عجينه مميزه، عجينه تطلع معاكي معجنات رهيبه. بصوا بصوا بمط كده، شايفين؟ بصوا 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 بصوا، تحفه بتتمط معانا اهي. بصوا الجمال، ولا الجبنه الموتزاريلا. فكده انا عجنت العجينه بضمير. ميرسي يا استاذ حمدي، تسلم. عجنتها بضمير جدا، هي مجرد شويه ميه وخميره والدقيق، وعجنتها عجن مبرح. وهبتدي اغطيها واسيبها في مكان دافي علشان تخمر ويتضاعف حجمها، تمام، عشان نعرف نشتغل فيها. نرجع بقى نشوف موضوع التخمير ده. طيب في حد يقول لي يعني ايه تخمر؟ يعني ايه اعرف ان العجينه خمرت امتى؟ تعرفي ان العجينه خمرت لما تكون هي الكوره بالحجم ده، انت حطاها كده يا دوبك واخده كده ربع الطبق، تبصي تلاقيها بقى مالت الطبق، كبرت وعليت ونفشت ومالت الطبق كده، العجينه خمرت كده. اقدر ان انا اشتغل فيها بقى واشوف هعمل فيها ايه. اهم حاجه في الموضوع ان انا لازم اغطيها واحطها في مكان دافي لو احنا في الشتاء، او في الجو العادي لو احنا في الصيف. بما اننا الجو برد الفتره دي والعجينة بتاعتنا مش هتخمر بسهولة، هتخمر بس هتاخد وقت كبير مننا، فأفضل حل للموضوع ده إن أنا أخد العجينة بتاعتي وأولع الفرن، بس أسيب العجينة بره، أولع الفرن بس دقيقتين اتنين مش أكتر من كده، وأغلفها فوطة كويس قوي من كل النواحي، وأدخلها الفرن المطفي الدافي، فرن دافي، كأني هعمل زبادي، كأني هعمل لبن رايب، بندفي الفرن حاجة بسيطة كده ونطفيه.
فندفي الفرن وندخل العجينه بتاعتنا علشان تخمر. لو عملتي كده هتلاقيها هتاخد في الفرن حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع، وهتكون خمرت وبقت زي الفل. تمام. طيب العجينه خمرت، يلا بينا بقى نشتغل ونشوف ازاي هنطلع من العجينه اللي معموله بدقيق وميه هنطلع كرواسون وباتيه في منتهى الجمال ومورقين والدنيا زي الفل. حطينا رشه من الدقيق على الرخامه بتاعتنا وبدانا ان احنا ناخد العجينه ونفردها على شكل مربع او مستطيل، مش شكل دائري، على قد ما نقدر طبعا. وشغالين وبنفرد العجينه بتاعتنا طبعا من وقت للتاني. بطمن العجينه بتاعتي لزقت ولا حاجه، فبديها رشه من الدقيق. حاضر. لا صعب ليه، نكشف طبعا، احنا عايزين نسوي كمان. بصوا كده، دي التشكيلات اللي احنا هنعملها. طبعا زي ما انتم شايفين لازم نغطي ببلاستيك وفوطه نظيفه علشان احنا بنخمرها كده. تمام. هنسيبها دلوقتي عشان تشوفوها معانا ومكملين. وتعالوا بينا ايه نفرد العجينه بتاعتنا. زي ما قلنا ضروري جدا يا جماعه نعجن العجينه بتاعتنا كويس. عجنتي كويس ان شاء الله تاخدي نتيجه انت نفسك هتنبهري بيها. من وقت للتاني رشه من الدقيق علشان العجينه ما تلزقش، ورشه بسيطه كده من فوق، ونبتدي نفرد. هفرد بسمك ايه نص سنتي، وزي ما انتم شايفين قد ما اقدر بفرد بشكل مستطيل. واحنا بنفرد دايما بنحس العجينه تحت ايدينا، بمعنى ان انا بمشي ايدي كده فبحس في حته عاليه وحته واطيه، فابتدي اظبط المستوى كله. والله لسه قايله لهم كده، انا لو مصره وناويه من البيت كده ان انا اوسخ هدومي، انا كل ما اجي اعمل العجين معرفش ملاحظين الموضوع ده ولا لا، ببقى لابسه غامق اسود، فزي ما انتوا واخدين بالكم كده. طيب المقادير تاني على الهوا اهي، مقادير بسيطه جدا. وعايزه اقول لكم كمان لو مش عايزين تحطوا لبن فاعجنوا بميه خالص، مفيش مشكله خالص خالص. زي ما انتم شايفين هنبين ولا نستنى ناخد المقادير شويه؟ زي الفل. تمام. عندي هنا الزبده اللي هورق بيها العجينه بتاعتي، هضيف لها معلقه من الدقيق. ليه بقى؟ علشان تبقى متماسكه كده واعرف ان انا افردها وتخش في العجينه بتاعتي، يعني العجينه ما تطردهاش. تمام. فهحط الدقيق واقلبه. احنا فردنا العجينه زي ما انتم شايفين كده بشكل مستطيل على قد ما قدرنا. وبعدين عملت فتحات قصاد بعض. بصوا ادي فتحتين اهو قصاد بعض، بس النص ايه؟ النص مقفول، وهنا وهنا وهنا، وسبت الاخرانيين دول اكبر شويه لو واخدين بالكم. تمام. خلاص دهنت الزبده والدقيق اللي احنا حطيناهم على بعض، كان نص كوبايه من الزبده طريه عليها معلقه من الدقيق، قلبناهم مع بعض كويس علشان الدقيق ده هيخلي التوريقه تمسك في بعض، ما تبقاش الزبده بتطلع مني وانا شغاله. هنعمل ايه بعد كده؟ تعالوا بينا بقى. ابتدي اخد الطرف ده، ركزوا معايا في الحته دي عشان دي مهمه جدا، واحطها كده. تمام. واظبطها، واروح جايبه الطرف ده واقفل عليها كده. تمام. خلاص يبقى خدنا يمين شمال، واروح جايباها كده من النص. حلو. تاني هجيب اليمين هنكمل، بس ان اهم حاجه نوضح بس العجينه بتاعتنا الحلوه دي هنعمل فيها ايه. كده واحنا بنعمل ايه ركزوا كويس قوي علشان تطلع معاكم مظبوطه. يبقى بنجيب الطرف اليمين ونظبطه، وادي الطرف الشمال. كل دي بقى هتبقى طبقات فوق بعض بكل سهوله، من غير بقى ما نعمل شغلانه كبيره ولا حاجه، الموضوع ابسط من البساطه. تاني هاخد كده فاكرين قلنا ان اخر قطعيه احنا سايبينها واسعه شويه، ليه بقى؟ علشان نقفل بقى ايه الكوره بتاعتنا كلها بالشكل ده. اخر حاجه بصوا بقى عشان هي كبيره فعارفين بقى ايه
هتلم الموضوع كله. هعمل ايه دلوقتي؟ هسيب العجينة ترتاح. ليه ترتاح؟ عشان انا لو دلوقتي بدأت ان انا افردها مش هتتفرد معايا، هتبقى عاملة زي الكورة الكاوتش، افرد فيها فتلم تاني. احنا عايزينها تقعد شوية ترتاح علشان لما اجي افردها تتفرد. تخيلوا بقى كل الطبقات اللي احنا عملناها وما بينها زبدة دي هتتفرد، تبقى بسمك رفيع جدا، فلما نيجي نلفها سواء كرواسون او باتيه فهتبقى مورقة وجميلة قد. يلا ومكملين، بس تعالوا نخبز الاول الكرواسون والباتيه اللي متشكلين علشان نشوف بقى هنشكلهم ازاي اصلا علشان يلحقوا يستووا معانا. عندنا في الدهن او الوش بتاعنا علشان نديله كده وش حلو هنحط له بيضه او صفار بيضه، رشه بسيطه كده من القهوه وما تكتريهاش عشان ما تغمقش اللون، رشه سكر كده عشان تلمع معانا وتدينا لمعه حلوه، ومعلقه او اتنين من الحليب عشان نخف بس قوام البيض. نضرب دول مع بعض. احنا كده بندهن بقى وش الباتيه وبالراحة بقى لانه خمر. تمام. واحدة واحدة كده. عايزة بقى تحطي على الوش حبة البركة. تمام. عايزة تحطي سمسم. تمام. عايزة تسيبيه سادة. مفيش مشكلة خالص زي ما انت عايزة. تمام. انا مشغله الفرن ومسخناه على درجه حراره 220. طب ليه 220 مش اعلى درجه حراره؟ علشان انا هنا عامله طبقات فمحتاجه ان هي تاخد وقت شويه تستوي. تمام. فعلى درجه حراره 220 والرف قريب للارضيه بس مش قريب قوي، يعني مش اقرب حاجه للارضيه اللي بعديه علشان تبقى الحراره متوازنه. وتعالوا بينا بسم الله الرحمن الرحيم ونسيبها، نسيب الباتيه يستوي. تعالوا ندهن ده كمان عشان ده يخرج ده يدخل، والكراسون ممكن بقى ايه نحط على الوش مثلا جبنه رومي مبشوره لو متوفره، طبعا مش متوفره يبقى ساده كده زي الفل مفيش مشكله خالص. اخر حاجه عملناها في العجينه ان احنا بنطناها، يعني ورقناها، حطينا الزبده وقفلنا العجينة بتاعتنا، عملناها طبقات وسايبينها ترتاح ترتاح علشان نبتدي نفردها ونشكلها بقى. خلاص نحشي ونشكل اللي احنا عايزينه. الصاج اللي احنا شغالين عليه ده بيبقى مدهون دهنة خفيفة بالزيت، دايما تحت المعجنات دهنة خفيفة ما تتقليش علشان المعجنات ما تشربش المادة الدهنية اللي تحت دي وتبتدي تنشف وتبتدي كمان تاخد لون كده مش حلو. زي الفل. خلصنا. عايزة اقول لكم ان وحدة الكرواسون دي بقت غالية قوي. ايه ده؟ ايه الاسعار دي؟ نشد كده احنا ونعمل في البيت ونعوض الكلام ده كله علشان يعني نوفر. تمام. احنا شاطرين جدا. يلا بينا. بصوا خلصنا خلاص، حطينا كده رشة جبنة رومي لو متوفرة. هسيبها بس التاني يطلع من الفرن عشان الفرن عندي التاني ده مش بيسوي كويس، فانا هستنى ده يخرج وده يدخل مكانه. طيب بينا بقى، كنا مستنيين ان العجينة ترتاح. العجينة ارتاحت، تعالوا ندي بقى رشة ونريحها في التلاجة. ريحي العجينة في التلاجة علشان الزبدة، ده لو احنا في الصيف، اما في الشتاء احنا في تلاجة كبيرة فمفيش مشكلة سيبيها بره والدنيا تمام. بس لو احنا بنعمل الوصفة في الصيف فعلشان احنا حاطين زبدة والدنيا بتبقى حر فممكن تخرج مننا، فريحيها في التلاجة. هندي رشة من الزبدة من الدقيق، رشة فوق ورشة تحت، وابتدي بقى افرد. تعالوا نفرد دي ونعملها باتيه. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
لا حاجه يعني بصراحه تحفه. الطريقه دي يا جماعه بجد يعني اختراع. سهله وبسيطه واي حد جديد في المطبخ وجديد في المعجنات هيعملها وهيدعي لي ان شاء الله. طبعا الفرد اللي احنا بنفرده ده كانت طبقات كتير فوق بعض، فتخيلوا بقى العجينه هتبقى مورقه ازاي. جمال بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله. يلا بسرعه وهو طالع كده سخن مفحفح نديله كده ايه بختين بسرعه بسرعه بسرعه، وعلى طول الفوطه ونغطيه عشان وشه يطرى. طيب انا هشكل وحدتين ونطلع فاصل ونرجع نكمل بقى مع بعض الكرواسون. بصوا كده باخد الجبنه اي نوع جبنه بقى عندي في البيت وابتدي مجرد ان انا ايه بلفه كده، والارضيه او القفله دي نخليها على الارضيه ونرص في الصاج. سهل سهل جدا مش هياخد منك اي حاجه. نكمل اهو القريش. القريش عشان يبقى لها طعم في حشوه زي كده لازم تتخلط بجبنه تانية، يعني جبنه براميلي اي نوع جبنه علشان تدينا بس طعم الجبنه. القريش بيبقى الى حد ما فيهاش ملح ما فيهاش طعم. وممكن نحط لها زيتون مفروم وزعتر، بس برضو لازم تاخد نوع تاني من الجبنه علشان برضو الملح فيتدينا طعم حلو. بصوا انا عايزه اوريكم العجينه من جوه قد ايه مورقه، مش عارفه هتبان ولا لا. بصوا يعني العجينه نفسها ما شاء الله الطبقات باينه فيها، الله اكبر. لا حاجه مميزه جدا. خلصنا خلاص تشكيل الباتيه، بينا نشكل الكرواسون وتعالوا نفرده بشكل دائري على قد ما نقدر، وبعدين نبتدي بقى ايه نعمله نقطعه كده ايه مثلثات. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام ناخد كده، ممكن ناخدها على ثلاثة احسن عشان ما تبقاش كبيره قوي بالشكل ده. وهنا ادي واحده، ادي اتنين تلاته، هنا كمان ادي واحده وادي اتنين تلاته. حلو قوي. هبتدي اخد بقى المثلث نحشي ايه. انا عايزين نركز مع اللي في الفرن. عندنا زي ما قلنا عندنا ممكن بسطرمه، فممكن ناخد كده نقطعها قطع صغيره. تمام ونبتدي بقى ايه نقفل. هشد شويه كده وابتدي ايه الف الف احط في الصاج كمان. بصوا بنمطها شويه كده. عايز اقول لكم طبعا ان العجينه الاصليه بتاعت الكرواسون والباتيه من العجين الصعبه اللي مش اي حد يقدر ان هو يكملها. نعم حالا. فاحنا عملنا النهارده حاولنا نعملها بطريقه سهله جدا بس نتيجه مميزه جدا جدا. قولوا لي عايزين ايه يا استاذ حمدي؟ تمام عايزين احط لكم اي حاجه في اي حته قولوا لي. بصوا كده ببتدي امطها شويه اطولها كده شويه، وناخد قطعه كده من البسطرمه لو عندي بسطرمه، ما عنديش مش مشكله خالص. حاضر اللي احنا ممكن نشيله خالص كده، ايه رايكم؟ هنا كويس كده؟ يا قولوا من بدري يا جماعه والله ما يهمني راحتكم. وربنا يكرمك. ونبتدي نعمل رول. تمام بالشكل ده اهو. بصوا بعد الكرواسون عامله ازاي، يا خبر ايه الجمال ده. بصوا الجمال شايفين تحفه ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يعزك يا استاذ حمدي. ونحط اهم حاجه بقى ان احنا نسيب مسافات ما بين كل واحده والتانيه. ليه؟ لانها لسه هتخمر لسه هتستوي وتنفش. ايه الجمال ده يعني ما شاء الله ما شاء الله بجد. طيب احنا ممكن نختم طبعا كده حشينا حادق. طيب عايزه احشي شوكولاته، ممكن احشي قطع شوكولاته او شوكولاته قبل للدهن.
بصوا بمط كده والعجينه ما شاء الله شغاله معايا زي الفل. ازاي؟ هاخد بس معلقه شوكولاته. سلام، فين المعالق؟ معلقه. قولوا لي بقى، في احلى من كده؟ مفيش، سهل وبسيط وبسرعه بسرعه خلصنا. اهم حاجه ان احنا بعد التشكيل ده لازم لازم ان احنا نخمر مره تانية ضروري علشان تطلع معانا الحاجه 10 على 10. غطيها بس دقيقتين كده عشان تطرى. و في موضوع كبير، في كابتشينو كمان في الموضوع. طيب انا عايزه بس المعلقه عشان اخد الشوكولاته، فضلكم يعني. يلا هاخد بقى كده جزء من الشوكولاته، جزء صغير خالص ما تكتريش كده. تمام، هنا بقى مش محتاجين كرم، انا حاجه على قد بس صغيره كده بتدي طعم وخلاص. وابتدي الف بقى عليها العجينه بتاعتي بالشكل ده، ونمط شويه كده ونقفل. تمام، اهي محشيه بالشوكولاته زي الفل. هبتدي احط بقى هنا كده واغطي ببلاستيك. تمام، وبعدين بفوطه واسيب التشكيل على الصينيه متغطي ببلاستيك ومتغطي الفوطه نظيفه علشان يخمر ويتضاعف حجمه، علشان ابتدي ادهنه بالخليط اللي احنا عملناه مع بعض وندخله الفرن ويطلع معانا بالشكل الجميل ده. انا هجيب دي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا استاذ حمدي. هو الافضل طبعا ان احنا نحط الافضل ان احنا نحط الحلو في صاج والحادق في صاج. ليه؟ عشان انا اعرفهم كمان، يعني ممكن ما اعرفهمش بعد كده، لازم اميزهم بحاجه. وكمان عشان لو لا قدر الله الشوكولاته صحت مننا فالحلو ما يجيش على الحادق. فبس احنا عشان بقى ايه بنفنش كده. بصوا بصوا انا عايزه اوريكم بس الخبز من تحت اللون. ايوه بصوا اللون، شايفين الجمال؟ بصوا بقى، يا خبر ابيض، بصوا التوريقه وجمال. طبعا هو سخن مولع، شايفين؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يكرمك يا استاذ حمدي والله.